لاستاد الجيش برج العرب، ويمكن في اول لقاء محمود جاد ما بيظهرش نهائيا في اي برامج، يمكن ده يكون اول لقاء لمحمود جاد حارس المصري المنضم هذا الموسم. محمود طبعا انا سعيد ان انا اول لقاء يكون معايا من خلال ظهورك عبر شاشه قناه اون تايم سبورتس. ربنا يخليك يا كابتن غندر، وده شرف ليا وشرف ليا ان اكون مع حضرتك. بتقلق ليه من التلفزيون؟ مش بقلق والله، عادي انا بطلع مدخلات عادي والله. كلمني بقى عن اللقاء وثباتك الانفعالي، اول لقاء بعد الضجة الكبيرة لمحمود جاد وانضمامه للنادي المصري في اغلى صفقة في تاريخ النادي المصري هو انضمام محمود جاد. مباراة سيراميكا 3 اهداف، استعدت توازنك، ودي يعني ده دليل انك حارس مرمى كبير في مباراة بيراميدز، واليوم ايضا بأدائك الجيد، والنهاردة انك كنت بتلعب ليبرو وليس حارس مرمى. الحمد لله كابتن غندر، هو ما كانش في توفيق في اول ماتش، والحمد لله ان احنا قدرنا تاني ماتش مع بيراميدز النهارده مع نادي انبي اللي انا اتربيت فيه وكسبنا الحمد لله. والحمد لله ان احنا كسبنا ماتش انبي، ده يفرق معانا ان شاء الله، والماتشات الجايه انتوا باحسن ان شاء الله يا كابتن. شرف لاي حد انه يلعب في النادي المصري، نادي كبير طبعا. بدات تستعين توازنك؟ طبعا الحمد لله، هو اول ماتش ما كانش محمود كده يعني عنده تكايه كده. لا ما فيش حاجه، الحمد لله ربنا يكرم في اللي جاي، ونقدم موسم استثنائي للنادي المصري ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونمشي بخطوات كويسه، نفكر في كل ماتش وربنا يكرمنا ان شاء الله يا كابتن. من وجهه نظرك النادي المصري السنه دي تفكيره رايح على فين؟ ما تفكير طموحات، كل ما بتمشي ماتش بتفكر في اللي بعده، لكن ما اقدرش اقول لك النادي المصري هياخد الدوري او يخش المربع، كل فرقه زي ما الدوري بيمشيها، لكن ربنا يكرم كل ماتش بماتش ونقدر نعمل حاجه. النادي المصري نادي كبير ونادي بطولات، بس هو كل ماتش بماتش، يعني ما حدش يقدر يقول من اول ما الدوري يبدا احنا ناخد الدوري نخش مربع، كل ماتش بماتش يعني. بالتوفيق لك يا محمود، وبالتوفيق للنادي المصري. ربنا يخليك يا كابتن غندر ان شاء الله. ده كان لقاءنا مع محمود جاد حارس مرمى النادي المصري، عقب انتهاء مباراة نادي المصري ونادي انبي والفوز الغالي للنادي المصري بهدفين للا شيء من استاد الجيش، والعودة مرة أخرى لاستاد مصر.